العباقرة قادرون باختلافهم بمباراة جميلة جدا، وهفكركم بالنتيجة. العراب 55، الهنود الحمر 50. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة 4 أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أسئلتنا هتعتمد على السرعة ليكم انتوا الثمانية. معلومات عامة، والسؤال هو: مشروع جيوغوان هو من أكبر المزارع توليداً لطاقة الرياح في العالم، ففي أي دولة آسيوية يوجد مشروع جيوغوان؟ محمود الزكي إجابتك الصين. الصين يا محمود، إجابة صحيحة. بدأ تشغيل المشروع في 2009 بقدرة إجمالية 20 جيجا وات. النتيجة اتغيرت: 60 الهنود الحمر، العراب 55. رياضة، والسؤال هو: من هو لاعب التنس صاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية على الأراضي الترابية حتى عام 2023؟ مؤمن 81 انتصار متتالي. إجابتك رافائيل نادال. رافائيل نادال طبعا إجابة صحيحة. كسب 22 جراند سلام، منهم 14 رولان جاروس، طبعا لقبه ملك الملاعب الترابية. نتيجة تغيرت: 65 العراب، 60 الهنود الحمر. تكنولوجيا، والسؤال هو: في أي دولة خليجية يقع المقر الرئيسي لشركة الذكاء الاصطناعي سكاي؟ مصطفى عباس إجابتك الإمارات. الإمارات يا مصطفى، نفس إجابتك يا إسلام. كنت هتقول الإمارات أنت كمان. الإمارات إجابة خاطئة. محظوظ يا إسلام، لأنك لو كنت دست على البازل وقلت الإمارات كانت هتبقى غلط. السعودية. السعودية بعشر نقط، إجابة صحيحة. اتأسست 2021 في الرياض علشان يستغلوا الذكاء الاصطناعي في تطوير الدولة. سعودي كومباني فور Artificial Intelligence. برافو عليك يا إسلام. النتيجة 70 الهنود الحمر، العراب 65. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل مسألة الآتية: 740 ناقص 530 زائد 6 في 15 يساوي كام؟ إسلام إجابتك 520. إجابة خاطئة. أحمد عبد الحكم 300. 300 إجابة صحيحة. 300 الإجابة صحيحة. برافو عليك أحمد. النتيجة تغيرت: 75 العراب، 70 الهنود الحمر. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون 6 أسئلة: صورة وشخصية، سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أول حاجة هنبتدي بيها صورة وشخصية، وهنروح لعبد الله. عبد الله، أنت فعلا بتقول شعر؟ هتسمعنا حاجة؟ هتسمعنا إيه؟ اتفضل. على أرضها بدأت حياتي، عشت أجمل ذكرياتي، مصر أملي وأمنياتي، مصر دايماً رفع راسي، دي اللي عمري كله فيها، هبني فيها قصور وأعلي، وأعبد ربي وأصوم وأصلي، مش هسيبها في يوم وأولي، مش هيقل في يوم حماسي، مصر دايماً رفع راسي.
دلوقتي عندك سؤال بعشر نقط. ايه؟ هنشوف صورة وهتقول لي الصورة دي بتاعت مين. ماشي. صورة وشخصية والسؤال هو. من هي الفنانة في الصورة؟ أمينة خليل. طب ما تدوس على البازر. أمينة خليل. شكلك بتحبها. لا ما أنا متابعها بقى عليها من أعمالها بقى سنين. أعمالها زي إيه؟ يعني طرف تالت. حلو طرف تالت. خلي بالك من تيزي. إجابة صحيحة. 80 الهنود الحمر، 75 العرب. هنشوف صورة وهتقولي لي دي صورة مين. تمام. قلقانة؟ لا. ولا أنا. صورة وشخصية والسؤال هو. من هو الفنان في الصورة؟ يوسف الشريف. يوسف الشريف طبعاً. إجابة صحيحة. متابعه؟ جداً. والله كل أعمال. مسلسل النهاية. رقم مجهول. برافو عليك. طبعاً إحنا عايزين نحيي أمينة خليل ويوسف الشريف. رحمة وعبد الله تفضلوا. شكراً. برافو عليكم انتوا الاثنين. وطبعا شكرا لعمرو عصام واحمد ابو ضيف. النتيجه اتغيرت، 85 العراب، الهنود الحمر 80. ودلوقتي عندنا اربع اسئله هتعتمد على السرعه. سينما ومسرح والسؤال هو. فنان قام بدور طارق في فيلم ليلة سقوط بغداد، فمن هو؟ مؤمن. أحمد عيد. أحمد عيد. إجابة صحيحة. كان معاه مين في البطولة؟ كان حسن حسني طبعاً، و بسمة وهالة فاخر. وهالة فاخر. ولطفي فيلم لبيب. جميل جداً. ويوسف لبيب. داود. تأليف وإخراج محمد أمين. مؤمن غيرت نتيجة، 95 للعراب، 80 الهنود الحمر. أغاني موسيقى والسؤال هو. من هو الفنان الذي شارك علاء عبد الخالق غناء أجيلك من وراء الأحزان؟ كلمات مصطفى زكي وألحان أحمد منيب وتوزيع حميد الشاعري. محمود. حميد الشاعر. إجابة صحيحة. من ألبوم حكاية. النتيجة اتغيرت، 90 الهنود الحمر، 95 العراب. لوحات ومعالم والسؤال هو. في أي مدينة إسبانية تقع ناطحة السحاب أغبار؟ صممها المهندس الفرنسي جان نوفال، وتم افتتاحها 2005. اسلام اجابتك. مدريد. مدريد عاصمة اسبانيا. اجابة خاطئة. ارتفاع ناطحة السحاب 142 متر، 34 طابق. مؤمن مصطفى. برشلونة. يا سلام، لو مش مدريد تبقى برشلونة. هو ماتش كرة؟ ما فين كورتوبا وفين إشبيليا وفين إبيزا؟ صح لا إجابة صحيحة. صح. برشلونة. عشان خاطر نيفين بس. شكرا يا مستر. إجابة صحيحة. واحد إنجليزي تسلق في 2020 من غير حبل أو أي وسيلة أمان. ده راجل غريب بصراحة يعني، متهور يعني، حاجة مش عادية كده. نتيجة اتغيرت، العراب 105، الهنود الحمر 90. آخر سؤال في الفقرة، سرعة البديهة والسؤال هو. كون من الحروف الآتية اسم كتاب للراحل أحمد خالد توفيق. غين ألف زين يه.
إجابتك يا مؤمن؟ زغزيغ. زغزيغ. بيني وبينك العراب كان حيزعل منك. إجابة صحيحة. اسم على مسمى. برافو عليك يا مؤمن. مش معقولة العراب وأحمد خالد توفيق. تبقى وحشة في حقنا قوي. تبقى وحشة في حقكم جدا. على اسمه. النتيجة اتغيرت 115 العراب 90 الهنود الحم. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة ضربات الجزاء والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 100 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 200,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 410,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم ملف قادرون باختلاف اجتماعيا وعلميا وثقافيا ومهنيا في جميع محافظات مصر. هذا البرنامج برعايه